انا كنت كنهضر مع رئيس الدائره جا لعندنا هو كيتحاور معنا بصفه عاديه قلنا له حنا باقي ما استفدناش قالنا انا عندي 99.99% اللي مستافده جا واحد السيد خدام معاهم في البلديه دفعني وقال لي سير بحالك اش كتبيع انت انا كنبيع الخضره وكنبيع الفروته انا خدام شحال انت كتبيع في السوق شي 10 سنين هذه تقريبا 10 سنين ما كنبيع علاش ما بعتيش اليوم علاش ما انت ما عرفتش البضاعه ديالك ما كيخليونيش نحط عا صندوق هزو ولا يتلح في الكاميون يمشي صافي علاش علاش ما شنو هو السبب علاش ما خلوكمش يعني اذا كيحاربوكم يعني ما تبيعوش السوق هما حد ديال السوق هو كيقول لك اللي كيحاربكم انتم بحدكم اللي كيحاربكم انت كتشوف كلشي انت كتشوف الا مالي مالي الحوتام مالي الحوت اللي كيخليوه كيهضروش معاه مالي الحوتام واخا حاطين ما حاطينش في الحوانت ما كيهضروش معاه مالي الخضره انت داخل شي جمعيه داخل شي جمعيه انت داخل شي جمعيه داخل في الجمعيه مع تكون هذا الشيء الجمعيه شوف نتا جمعيه ديال رواج لا جمعية رواج للتنمية البشرية داخل في الجمعية شحال هذه وانت داخل في الجمعية راه شحال هذه دابا شنو الرأي ديالك في هذه الفوضى اللي كيعيشها الموحد ديال السوق والبائع الجائلين اللي باقي ما قدروش ينظموا باش يدافعوا ويحلوا بشكل جماعي دابا المشكل ديالنا حنا ما بغاش تقبلنا السلطة ما بغاش تعطينا عطاك لشي ناس قلالين والكثير خلاته يقولوا لهم حنا فهمتوا ودابا كتجي ما سغليش فيك سير تلاح في البحر كاع